عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده جاي لكم من مول القبطان فبنورس، وعامل عرض جامد النهارده جدا لكل عروسه، وهنقول السعر في الاخر. بس نيجي نشوف العرض النهارده عباره عن ايه. عباره عن 3 صواني قوالب فرن بتخش الفرن يا جماعه ألمونيا، وثلاث برادات مقاسات مختلفه، ده اصغر مقاس وده ثاني مقاس وده اكبر مقاس في البرادات، 3 وثلاث كنكات، دي اصغر واحده اهي ودي اكبر واحده ودي الوسطانيه ماشي، وصواني بسبوسه محمله وتقيله جدا. بصوا يا جماعه تقيله، يعني دي اصغر واحده ودي المقاس الثاني، دي المقاس الثاني البسبوسه برضو تقيله والله مش خفيفه اهي، وده المقاس الثالث اللي هو اكبر مقاس كده، الثلاثه جوه بعض اهو، ودوت كده هون ماشي. نيجي بقى مع الطقم ده يا جماعه، لازم نفتحه معاكم واحده واحده، هو بيجي كده على طول في الشنط دي عشان التجريح وعشان الشحن والكلام ده وعشان ما يتجرحش، فاحنا نيجي لاكبر حله كده ونفتحها مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هو طقم الامونيا يا جماعه تقيل جدا مش خفيف اهو، وعشان تعرفوا هو الدهان ومطبوع على الحله، الدهان الغالي بصوا يا جماعه مدهون ومطبوع على الحله اهي، ودي ساعه الحله من جوه، دي اكبر مقاس في الطقم بتاع الحله، وبيجي في شنط كده عشان التجريح يعني هنا كده بصوا، عشان مفيش حاجه تيجي متجرحه، بيجي في شنطه كده ومتقفل فيها، دي اكبر مقاس. نيجي للمقاس اللي بعده، خلي الغطشان هنا كده، نيجي للمقاس اللي بعده اهو برضو بيجي في الشنطه. بصوا يا جماعه بصوا شكلها اصلا الحله، بصوا الساعه بتاعتها من جوه شكلها عامل ازاي وكبيره قد ايه، وبرده مطبوع عليها اهي، كل حله مطبوع عليها. وده العرض يا جماعه لفتره محدوده، يعني مش ساري على طول عشان ما حدش يجي بعد شهر ولا شهرين يشوف الفيديو دوت يقول لا العرض ده انت قلتي عليه موجود ولا لا، لا ده العرض لمده محدوده. بصوا برده كل حاجه ومطبوعه اهي، ده المقاس الثاني الثالث بقى، بصوا احنا حطهم كده اهو، ده المقاس الثالث اهو، بصوا دي الغطيان دي اللي بتمسك الغطا من فوق اهي، بتيجي في كيس كده مع بعضيها، دي متهيألي اصغر مقاس اهي، خلي الشنط هنا كده. بصوا يا جماعه العلبه بتاعتها اهي على فكره، اللي بيجي في كرتونه من بره ومعاها كرتونتين من جوه، كرتونه اهي بتشيل 4 حلل وفي كرتونه ثانيه بتشيل 4 حلل عشان الشحن بس، ما تقولش لما اجي اشحن لي يا طقم الطقم بيتبهدل، لا كل حاجه احنا عاملين حسابنا فيها، هو المصنع اللي عامل كده على فكره مش احنا كمان، يعني هو بيجي من المصنع كده متغلف كده، كل حاجه متغلفه اهي قدامكم اهو، انا لسه فاتحاه قدامكم اهو، ده الغطا الكبير بصوا، وده الغطا اهو بتاع الصغيره، وده غطا اهو بتاعتي، خلينا واحده واحده معلش مع بعض، ادي غطا اهو. بصوا دي الغطشانه اهي برده جايه في اكياسها بتاعت الحلل دي، دي اصغر حله، بصوا تعالوا شوفوا بقى الاصغر حله دي عامله ازاي اهي، برضو الدهان انا بوريكم، بصوا اصغر حله، بصوا الساعه بتاعتها من جوه وشكلها وجمالها اهي، بصوا بقى دي هما 8 حلل يا جماعه، 8 حلل، الـ8 قدام عينكم اهو، انا بطلعها قدامكم واحده واحده، وفي الاكياس بتاعتها هي بتيجي بالشكل ده اهي، 8 حلل، ما قلناش لغايه دلوقتي السعر، بس هفاجئكم بيه في اخر الفيديو اهو، دي اخر حله بقى، وهنقفل الغطشان دلوقتي وهنرصها ونوريها لكم عامله ازاي اهي، ده الغطا هنفكه مع بعض، معلش هما مدرشينه قوي، والدهانه اهي يا جماعه كده اهي، 2
كده 8 حلل، 8 حلل اهو. وادي الايد المساكه بتاعت الغطا من فوق، وتيجي في كيس كده يا جماعه، انت بتركبيها مع مسامرها مع كل احتياجاتها. الطقم ده 8 حلل الومنيا تقيل مع كل اللي انتوا شفتوه ده براق الهول، وثلاث صواني بسبوسه، الكنك، البراد، القوالب بتاعه الفرن، كل دوت ب 1400 جنيه. ده عرض يا جماعه مش مستمر كتير، ب 1400 جنيه في مول القبطان ابو النمرس، وفي شحن محافظات بس. عندنا خصم لمحافظه الجيزه والقاهره 50%، يعني لو هتدفعش مثلا شحن 50 جنيه هيبقى 25 بالنص لمحافظة القاهرة والجيزة. ورقم التليفون اللي عايزة تشحن 03-711-0422، تاني 03-711-0422.